من الأيام خطر عبالي أعمل شي أحقق الأحلام أكون سبب تغيير ببلدي بس ما شفت حدا بيشجع لكل هدف التطفيس الكل مشغول الكل مطقع ضاع الحلم ما فيش تحميس شو قصتنا مندور عرحتنا ما فيش همة نرفع بلدنا شو قصتنا مندور عرحتنا ما فيش همة نرفع بلدنا شو الإحباط شو المعنوية هاي المطفوسة بدل ما ندعم بعض ونبدع بأفكار مدروسة It's been growing steadily and strongly. What did you do and what has been most effective? What is the lesson in terms of creating growth in countries like Jordan? Well, first, don't give up. I think is the major. Don't take no for an answer. There are members of my society that, you know, when I say let's do something, there's a, I wish I could translate it into English, but it's, this, the Arabs will know what I mean. You know, when I say, you know, let's move this sector of society, that's never going to happen. We can't find the money. And I think that has been the major challenge that I've had over the past 10 years, is not to be intimidated by the that I get from society. And it takes, you know, we move forward. Sometimes we get knocked down. You have to dust yourself off and just keep trying. خلينا نبلش نعمل فرق ونوقف نحبط بعض بكلمة نشجع الحوالينا ونكون ايد بايد ورح نغير ببلدنا عالأكيد خلينا نبلش نعمل فرق ونوقف نحبط بعض بكلمة نشجع الحوالينا ونكون ايد بايد ورح نغير ببلدنا عالأكيد رح نغير ببلدنا رح نغير ببلدنا على كيد شو قصتنا مندور عرحتنا ما فيش همة نرفع بلدنا نوقف نحبط بعض بكلمة وحبيت كيف أنهيتها بمقولة غاندي yes. Be the change you wish to see in the world تكون أنت التغيير اللي تحب تشوفه بالعالم كيف إجت لك فكرة هاي حلوة؟ الفكرة صراحة لما طلعت على New Think Theater وقدمت هاشم طلعوا البارت تبع جلالة الملك وهو بحكي أنه كيف إحنا بنحبط بعض دايما بكلمة أوكي فبعد يمكن قبل بسبعة أشهر تقريبا خطر على بالي أنه تذكرت إيش صار بنيو ثينك ثياتر فخطر على بالي انه هاي البارت كتير حلو انه اخذ الفكره واطبقها عشان اشجع اللي حوالي يعني فاخذت فكره وعملت عليها اغنيه هاي الاغنيه اللي شفتوها حلوه كثير يس يس كثير حلوه يعني انه بعدين كمان الفيديو جاي كثير لابق معاها يعني انه ماشي الفكره انه نوقف نحبط بعض بكلمه يس فهي يعني حاولت اوصل يعني مسج بوزيتيف وائل كم من لقيت بمسيرتك كم من هلا احنا زي ما حكى جلالة الملك يعني احنا كثير بنحكي انه انسى الموضوع معك مصاري معيش مصاري بدك تفتح مشروع ما بدي افتح مشروع فيش مصاري او هيك بصير نحبط بعض فيعني هو كان صراحه نيو ثينك ثياتر الهدف منه كله انه نشجع بعض يعني من لا شيء نعمل شيء يعني حتى هاشم البلد اللي عملتها كان الفكره تاعتها انه الفيديو انا عملته ببساطه يعني بينت وباور بوينت وهي الشغلات يعني بشيء بسيط بس وصلت المسج اللي بدي اياها يعني ف يعني من لا شيء ممكن نعمل يعني اي شيء يعني ما كنت تسمع لل شو بدك بهالشغله يعني لا صراحه يعني ما كنت تسمع طيب شو بتحب هلا تعمل بالمستقبل عندك هلا ده انت درست محاسبه وعم تشتغل بشهادتك وهي عم بتكون هوايه yes. شو عندك يعني هيك طموحات لهي الموهبه هلا من ناحيه الكوميدي يعني عم بفكر اذا في مثلا هلا لانه صار وقتي ضيق شوي عشان شغلي فعم بشوف صراحه اذا في مثلا شركه تستلم هاي المشاريع من ناحيه المانجنج ومن ناحيه انه ناس يكونوا مانجرز يعني لهذا الموضوع ناس يعملوا ماركتينج ناس مثلاً هم يتصرفوا بالأغاني يعني بس أنا اللي علي إنه أظلني أتابع بهذا الموضوع لأنه بياخد وقت يعني لحتى تدور طيب هلأ في أغنيتك بليونير إحنا هلأ شوي حاولنا نلعبها بس ما زبطة نشوف دواوين
دواوين. بعدين بدنا نحكي على فكرة بليونير. خلينا نشوف مع بعض دواوين وائل الداوي. أنا واحد من دواوين عمان، ما كلموس ولا بتفرق معي بشيلن يا مان، عامل حالي أزعر ولا حدا بيقدر علي، بعمل حالي عنتر والطواش طلعت من ديني، دايما باكل قتل قتل بس أنا دواوين، دايما باكل قتل بس أنا دواوين. امتى عملتها دواوين؟ دواوين عملتها قبل 3 سنين تقريبا. بس هيك فكره اجت علي يلا نعمل اغنيه عن الموضوع. هاي كنت عم بتقول لي مش الاغاني اللي لها هدف، يعني مش هدف هدف يعني، بس انه شيء كوميدي يعني هيك ضحك، لانه كل الاغاني اللي بتعملها دائما لها هدف. يعني انا بحاول اقصد هاي هيك كانت زي ما بيقولوا يمكن فشت قلب بس هيك. ايوه اوكي، احكي لنا على اغنيتك بليونير. هاي لها فيديو لحال، بس ايش عم تحكي؟ لانه هاي من الاغاني اللي لها هدف. هلا بليونير كان مبداها انه اولها كان معي سياره قديمه، بعدين بلشت تتحسن المصاري عندي، الماديات صارت تتحسن، جبت سيارة تانية، بعدين جبت سيارة كتير ضخمة، وبتفرجي إنه كيف أنا صرت غني شوي شوي شوي، بس بالآخر حطيت مسج مثلاً إنه مش كل إشي مش كل إشي مصاري بالعالم يعني. في كتير أهداف يعني أسمى إنه أسمى من إنه بس المصاري تكون إنه هدف حياة الواحد. حلو، يعني ركزت إنه الأهداف مش ضروري تكون دائماً مادية. يعني حتى بالآخر الفيديو كان معي السيارة الكبيرة هاي، إنه أنا صار معي كتير مصاري، بالآخر إنه زتيت المفتاح، يعني حتى هاي السيارة الكبيرة أنا ما بدي إياها. يعني المصاري مش هي اللي بتشبع الواحد. حلو حلو. طب أهلك كيف بيكون تشجيعهم لك بهاي الموهبة؟ صراحة أهلي انصدموا مش عارفين إنه ما توقع إنه يوصل لهاي الدرجة. يعني كنت بعرف إنه أنا كتير بحب الميوزك من وأنا صغير، كنت أعزف بيانو حتى قبل ما أعزف جيتار. فشوي شوي لما بلش يكبر الموضوع بلشت أطلع على ستيجز أكتر وأكتر يعني، فصاروا إنه إيش في يعني، حتى العائلة عندي مثلاً بتطلعوا إنه من وين هذا إجا، أكيد إنه مش 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 عامل وراثي إنه ميوزك بالعائلة عنا. حلو. فإنه يعني شافوا إنه إشي غريب بس شجعوني يعني كتير أهلي شجعوني. حلو. طب كيف أنت ملاقي هلأ عم نلاقي كتير إنه يعني الفئة العمرية اللي أنت بتنتمي إلها عمالهم بيطلعوا بستايلات جديدة، وإحنا ببرنامجنا كتير عم نستضيف منهم، عم نلاقي إنه هدول الشباب لهم ستايل كتير حلو. شو رأيك بهذا الستايل الترند الماشي، اللغة العمانية بالغناء ما كناش نسمعها من قبل كم من سنة، يعني صارت تكون موجودة ستايل أغاني، شو رأيك فيه؟ يعني صراحة أنا كتير بشجع هذا الموضوع، يعني لأنه مثلاً يعني بشوف مرات الشباب ما بقدروا يوصلوا يعني توصلهم فكرة، أو ما برضو فكرة مثلا بالمدرسة لما كنا ندرس كانت إيش المدرسة درسنا يعني فيس تو فيس وهيك إشي صارم يعني يكون تلقين فإنه ما كان إشي مشجع صراحة. يعني أنا من ناحيتي أنا كنت أحب الشغلات اللي فيها باور بوينت، اللي فيها حركة، اللي فيها هيك، فبحس برضو الميوزك لما توصل مسج عن طريق ميوزك هيك كراب أو ميوزك كوميدي فيها ضحك الناس شوي، على شوية مسج توصل، على شوية ميوزك غريبة ستايل الناس بتحبه، بكون إشي غريب يعني، وبتوصل مسج بطريقة أحلى، وحتى بتركز بالمخ. يعني في كتير ناس مثلا بعرفهم بقولوا لي هاشم منغنيها، لأول ما نزل هاشم خلص منتذكرك ومنغني هاشم، يعني إنه الأغنية نفسها خلص بصير اللحن بالمخ وبصيروا الناس يغنوا هيك. عم بتكون قريبة للقلب يعني، يمكن عم بتكون قريبة حتى لأنه اللهجة قريبة، فبحس كل هذا الجيل إنه هاي اللغة عم بتكون إله. عم حتى بتحكي على معالم مثلا بعمان، معالم بالأردن، يعني كتير عمالنا إحنا بنستضيف الشباب اللي هيك زيك عم بيكونوا كتير عندهم أشياء حلوة، إنه بتحس إنه هذه اللغة لإلنا، يعني إلنا إحنا للأردن أكثر للشباب يعني. يمكن الكبار ما يعني بيقولوا إنه إيش هذا مثلا لأنه مش متعودين هيك، بس الشباب صراحة كتير عم بشوف إنه بتحمسوا إنه يعني في لحن جديد، بس ما عم نشوف بنات كتير بهذا المجال. ما لي دخل، ما في ما بعرف صراحة، قليل. ليه بتفكر كثير قليل؟ ما بعرف يعني، هل هو خوف مثلا انه يطلع على ستيجز او ما بعرف، غريب يعني. اغلبهم شباب يعني، واذا في بنات بيكونوا البنات مع فرقة شباب، بس ما عملنا منشوف او لهلا يعني انه فرق او هدول الاشياء الميوزك او يعني هاي الانواع كلياتها. طب شو بتعزف كمان ميوزك؟ ايش بعزف كمان؟ يعني هلا انت بتعزف لاغاني، بتكتب الاغاني، بتلحنهم، كمان بتستعمل الميوزك لاشي تاني؟
يعني لكتير شغلات صراحة يعني اجت فترة كان يعني اغلبه از بزنس يعني مرات كان يكون يعني بزنس. هلا انت بتحب اكثر انك تكون تشارك بمثلا لايف دائما تغني له على مسرح معين ايش افضل شيء يعني هيك اذا بتقول انا وائل الداوي شو بحب اكون متعتي يعني؟ يعني انا صراحة بعد ما صرت اطلع على ستيجز كتير صار انه صرت كثير احب انه بحب اشوف ناس قدامي عم تنفعل انه ناس قدامي عم بتزقف في ناس عم تضحك في ناس هيك يعني الجمهور لما يكون قدام الواحد كثير بشجع. يعني طلعت مع واحد اسمه نمر ابو نصار هذا اكبر كوميديان بالشرق الاوسط لما طلعت معاه كان 2001 عم بيحضر ب مركز المركز الثقافي يمكن اوكي قصر الثقافي لما اجى واحد هو واحد من مهرجان عمان للكوميديا كان نمر ابو نصار فلما اجى وعمل هو الشو تبعه لما البيرفورم تبعه يعني عمله هيك طلعت معه كان 2001 قدامي كثير انبسطت صراحه يعني انه كان يعني كان شوي بخوف الشعور بس كان رائع لانه لقيت الناس عم تنسجم ناس عم تضحك ناس عم بتزقف وهيك يعني فانا كثير بتشجع لما يكون حدا قدامي فالفيديوز هذول على اليوتيوب او عن طريق تشانلز عم بنزلهم عم بكون إشي هيك يعني مار بس انه عم فكر لقدام مثلا انه اصير اطلع لايف يعني انا هذا اللي عم فكر فيه هلا يمكن اوقف شوي الفيديوز على اليوتيوب وهي شغلات بس عم فكر انه اطلع لايف اصير اون ستيجز كله يعني ان شاء الله فتقريبا صار معي باند درامر وبيس جيتار فان شاء الله هلا كل شيء عم بيترتب لا ان شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق وتحقق حلمك واكيد احنا كمان بنحب نشوفك على مسرح تعزف لايف ومش خبرنا وين ونحن اكيد بنيجي بنحضر شكرا وائل الداوي اهلا وسهلا فيك وهيك بتكون فقراتنا لدنيا يا دنيا لليوم انتهت بنذكركم انه بنحب نتواصل معكم بتقدروا كمان تتواصلوا معنا على يوتيوب على ويب سايت البرنامج وكمان على فيسبوك اكيد وإيميل البرنامج dunya_yadunya@ruya.tv لقاءنا انتهى لليوم بنودعكم لليوم نستناكم بكرة 9 صباحا ما تنسوا دنيا الصحافة على 8 صباحا بكرة للقاء باي باي